عندش الاسباس بيدون جذية رابي في محطة بوغتفة، وحابين نشجعوا الوكيل اللي قام بمجهود المشروع هذا، وبطبيعة الحال المشروع هذا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للشركة اللي تحب تعمل تركيز خاص على الزيوت وتحب تعمل مجهود، لأن موقعنا توا في السوق تنجم نوعا ما متأخر شوية مقارنة بالمنافسة، وهذا علاش احنا حبينا نعملوا تركيز خاص على مجال الزيوت السنة هذه والسنوات. والشبكة تعتبر أهم رافد من الروافد اللي ركزوا عليها لتنشيط تسويق الزيوت بصفة عامة، وإن شاء الله المحطة هذه والستاسيون هذه تليها محطات أخرى. إن شاء الله عندنا بروجي زادة في شارع كرتاج، إن شاء الله بينتو زادة كيف كيف ندشنوه، نحبوها ديما معنا قريبة من المواطن وتصدي خدمات على مستوى عالي وعلى مستوى الشركات العالمية وخير منها علاش لا. وإن شاء الله بشوي بشوي تتضافر الجهود ما بين الشركة من ناحية وما بين الوكلاء من ناحية أخرى لما هو أفضل وما